قدم نتائج. لكن هو تكلم في نقطة حمد الله، أنا ما أحب أرجع نقطة حمد الله. أول شيء كاحترام صراحة الخصوصية، أنا كلاعب أنا مريت ب 12 فريق، مريت بلاعبين برازيليين، وشوف بقول لك حاجة بس نقطة، البرازيليين دائما هم دائما يحبوا صراحة الشوشرة. أنا أتذكر في تركيا ولا في الفرق لعبت فيها كان معي برازيلي، أنا كصانع لعب وطارق ما يمرر لي كورة. ليش هذه تحدث بالنسبة لك كلاعب؟ هذه ظاهرة صحية داخل الملعب، هذا ما جاي هناني في على الاحتفال، هذا مثلا ما مرر لي كورة، لا ما يحبني، وحصلت معي في أكثر من فريق. كان مهاجم منتخب بلغاريا في الفريق التركي، كان معي زي الجزيري، وكان أكثر من لاعب. جاء المدرب قال طارق معطيني الكورة، رغم أنه هو مسجل 10 أهداف أنا صنعتهم له. أنا بالعكس، أنا كتاليسكا أنت لاعب محترف أو أنت جاي تقدم نموذج كبير داخل وخارج الملعب. كيف تتكلم على لاعب آخر زميلك؟ أنا بصراحة نحس فيها غلط، ممكن الناس تتفق ما تتفق، لكن نحس فيها غلط. المفروض أنت تكلمت عن الأمور الفنية قدومك للنصر، لكنك تتكلم هو اللي قام على تاليسكا وليس مع حمد الله. كيف تتكلم أنت الحمد لله بالطريقة هذه؟ هو يعرف قيمة حمد الله، ممكن حمد الله زي ما قلت لك خارج الملعب تكلمنا عليه تحت الهواء، لاعب أنا عقليته مختلفة جدا بصراحة، صعب التعامل معه. داخل الملعب قدم للنصر، وإحنا تكلمنا إذا أنا راح الاتحاد إذا ما ينظم نفسه خارج الملعب ويلتزم مش حينجح، مسيرته حتكون خسيرة وبيخرج من الباب الصغير. تاليس كلاعب كبير يقدم في مستويات الفريق ومسؤوليته كبيرة الآن، هو داخل غرفة الملابس تكلم على المدرب ميغيل روسو، عارف كيف يتفاهم مع اللاعبين الكبار والنجوم، وكيف خلق معناها توليفة ممتازة في مباريات، أعطى فرصة للشباب، هذا مهم جدا. مدرب تكلم عليه ناحية مما قال، في مدربين طبعا أجانب مر مع مدربين كبار يهتموا بخارج الملعب أكثر ملعب، لكن ميغيل روسو يهتم بداخل الفريق كيف ما يوظف، طبعا حتى الإدارة لها دور كبير هي توفير الظروف الملائمة للمدرب أنه يشتغل. بصراحة لقاء مميز، لكن زي ما قلت لك النقطة أن أتكلم عليه زميل سابق أنا ما أحبه بصراحة. في نقطة ثانية كرة القدم، وتكلم عليه أبو بكر، احنا عندنا مشكلة أحيانا يسألوني الجمهور في الشارع يقولوا مثلا وليد عبد الله، وليد مثلا علي صديق، تشوف فيه في فرق، في زمالة، احنا في فريق زمالة مهنية، علاقتنا في الملعب ممكن نشوف بعضنا في النادي أكثر ما نشوف عائلتي، لهذا مش لازم كان معي زميلي في الملعب لازم أكون معاه خارج ملعب في كافي أو في أي مناسبة أخرى. جميل.